عندك العقليه هنا، عندك النور سول. ما بقاش المواطن الله يرضي عليك، المخزن مشى سالة المخزن. داكشي المخزن ديال بكري ايامات الصنادق، وهز شد معدي هذا، هز ليه ولدو ديرو الله في الصندوق، هز ليه الذهب ديالو، مشى داكشي. حنا في عصر اخر، عصر المعلومه، عصر النور، عصر التكنولوجيا. نحقك تشوف التكنولوجيا قدامك، ما يقولوا قنطره لا، يقولوا ما سيدي ما بيناهاش. هاد مكاتب دراسه مالهم هما انبياء رسول جايين من وحي. راجل عنده بيسي وستيلو وثلاثه الموظفين، كيشد مليار ودير كونترا ديال 5 سنين. شكون هو؟ واخا دير معاه كونترا، خليه هو يخدم. الله يعاونو. الناس بتشري ربيه في المريخ، عطيه الفلوس. ولكن حتى المقاولة تاهما دير معاه سير في المقاولة الصغرى. هنا غنشوفوا بان القانون المغربي والقانون الجزافي اتاح لهم انهما يمشيوا يخدموا 5 سنين دون ان يؤديوا بعض الرسوم او بعض. هنا كتأدي الرسوم كاملين، هاك يقول لك القانون مكتوب. واش واحد دار تسع جلابه؟ وهاد الجلابه كان طبيب تاع البقر، ما تبدل ممكن كاتبين ليه طبيب شنو هو هذا، كيولي هو يقول لينا حنايا. ها واش مول الجلابه الصفراء كيعرف شي صفقات؟ تبع قول لي واش الشيفور تاع التراكتور كينزل طلع في الغيس ويهود في الغيس؟ قاف تما في الفلاحه، اش تقربك لسميتو؟ اش جيناتو تقول لينا؟ واش دابا فهمونا الله يرحم لكم الوالدين. انا ماشي ضد شي واحد، من هالامور ديكات من انت يا مكتب الدراسات كيجي يقول لك يحكم عليك ويقول لك دير هذا، انت داير مع كونطرا هذا ديال 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين، يبقى هو ديما يتبورد هنا، ما كاين غير هو، كاين على المغرب كامل، اسفي كامل، في عام مكتب ديال الدراسات واحد هو اللي كاين. واخا مني انت كدير كونطرا مع كدير عقد دائم او العقد ديال 5 سنين باش ما يمشيش ليك، هذا شكون هو كيصاوب سميتو؟ واش هذا هو اللي سميتو؟ هو اللي كيصبغ القمر بالبيض، كيطلع يصبغو بالبيض ولا شنو؟ كيما اللي كدير كونطرا مع مكتب ديال الدراسات، دير كونطرا مع المقاولات. انا كنحيي المكتب الشريف فوسفات وخا هكاك دار واحد البلاتفورم كيمشيو يدخلوا ليها غير الشركات الصغرى، وخا حتى هو كان اخذ عليه انه هو. وحنا نهضروا على هذه النقطه هذه ديال الضمان. دابا حنا بغينا نعاونوا واحد الشركه، واحد المقاوله صغيره، بغينا نعاونوها باش تزيد لقدام. كنديروا المارشي مثلا، كنبرمجوا صفقه صغيره ديالهم في المتناول، ما كتجاوز مثلا 100 مليون ديال الدرهم. كتقول لي جيب ضمان مؤقت ب 7 مليون. الراجل عنده بكية تاع ماركيز في جيبو، كتقول هو مقاول عند الشركة هزها في جيبو، الأوراق تما والكاشي تما، وكتقول لي أنت يا تعالى فلان عطيني 7 مليون ديال الضمان. لا بس علاش 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 على ستات البريكات وبودرة، دوك صحاب اللي عندهم الرخص ديال بيع المواد ديال البناء ومواد ديال الأشغال، هذوك ما هما مغاربة، ما هما إفريقيين، ما هما بشر، ما هما والو، ما عرفناهمش منين هذوك الناس، ما عرفناهمش. كيجي مقاول كبير وكيجي كيهز التليفون يقول لهم بغيت كيدي 60 مليون 70 مليون ديال السلعه بلا ضمان بلا ورقه بلا جوج. وكنجي انايا باغي غير ولو تاع الزفت، بينزلوا على كتافي نجيبو انايا من حدا بنك المغرب ونجيبو نطلعو لسيدي بوزيد ونخدمو هنا. يقول لك لا، يدير فيك يا رب، شكون انت تصبر تطلع فيا وانا كنعرف جدودك شكون هما؟ يعني هنا كاين واحد العصابه فيها مكاتب، او لا وقيلا مكتب ديال الدراسات واحد، مكتب ديال الدراسات هو اللي كاين هنا في اسفي، وفيها رؤساء الجامعات المحليه والمجالس البلديه والاقليميه، وفيها اصحاب السلع والمنتجات. هادو هما اللي كيستافدوا. المقاول اغلبيه شادي نقولوا، انا كنقول السيد تامك الله يجازيك بخير، المندوب ديال الاداره السجون، والله الا ما دار شي زنازين خاصه بالمقاول كيلبوا بلا ما كيعرفش الحبس. المقاول غادي يجي الحبس، غادي يولي يصب لك المجرمين، ما عارفش الحبس، راه غادي يمشي ليه راه غادي يمشي ليه راه غادي يمشي ليه
هنا كنوجه نداء للمواطن، راقب فلوسك وراقب ارضك ومن حقك. وكندعو المواطن انه يقشط اي واحد تشد المعلومه، يقشط اي واحد تتبان ليه داك وتطلق فيه تلقاه. المواطن تا هو القوي، راه ماشي الجيش، راه انت اللي كيخرج منك الجيش، وماشي الامن، راه انت اللي كتولد الامن، راه ماشي الشركات، راك انت اللي كتولدهم. تعاش بتقول لي انا هذا لا ما يمكنش، انا قصيت هذاك لا حشومه شركه، ما كاين لا حشومه لا والو، انت اللي كتخلص 20%. راه يوميا انت كتاكل السكر والزيت وتاي، راه كتخلص فيه 20%. راه شريف، راه قالب تاع السكر، هذاك القالب، القالب ديال السكر هذا شحال كتخلص فيه تا سميتو، تخلص فيه الخزينه 20% ديال التيفيه. ما عندكش الحق، ما عندكش حق السرده او الجدولها. كنقول هاد الناس هادو حنا راه بدينا معاكم، حنا والمواطن، داك السيد تاع الاستشاره ساله لي بوند كوموند، غير رجعوا غير رجعوا لي بوند كوموند 27%، 27%. راتي اسفي اسفي، اشنو قرر في اطار صفقات؟ شحال قرر العام الاول؟ سير حسبها، شحال قرر الخازن العام المملكه؟ شحال عشر العام الاول؟ راه 140 مليار ديال الدرهم في هذه الجهه هذه. عيد من عيد من 27% كامله ديال بي ام، راه كان خصني نكون عندي طياره ديال الدرون نشوفها صحابي. او الشركه اللي كتصاوب، اللي كتصاوب بزاف في الكودرون هنايا، وحده هي اللي كاينه، وحده هي اللي كاينه، وحده مولاها كان يموت، كان غيموت، كان مشى، غدخل غدخل انتخابات وكذا، ولبس ولبس الجلابه ديال السياسه ولا وار، ولا وار، هو اللي كيرش الغازو ويزرع الشجر والطلقوطه والحدج. واحد واحد هو اللي كاين باقي الان، واللي كاين العيال كيجي يدي العيالات يجفف ويصيق، راه واحد هو اللي كاين فداس في هذا، تا واحد هو اللي كاين. انا بينا غير شي مسؤول كبير في الداخليه يجي يهزد الناس كاملين ديال السياسه ويديهم للدار البيضاء كاملين، ويجمع لهم هذوك الفلوس ديالهم ويديهم غير للدار البيضاء، ويديهم يديهم لاكادير ويشوفوا الناس كيفاش كتخدم. وهذيك السته ديال ديالهم كامله مجموعه كامله، ديك السته داير بها واحده خصها، ولكن كيخدموا ناس كتخدم. انا كيبقى فيا الحال ملي كيجي واحد تيقول لك احنا خدامين تبارك الله في اكادير، احنا خدامين في الداخله، احنا حتى هنا ما خدامينش. نهار كامل تفيق مع الصباح تلقى نفس الناس عندهم داك التوني كاشف، قراو 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 نقصوا، حنا كنقصوا في الشجر صافي. هادشي اللي كاين فاس فيه. اشنو كاين؟ كاين واحد السيد راه تمايا شاعل الضو ديالو، الضو ديالو هو اللي كاين هنا فوق الكودرون، يسرح في الكودرون، الطريق داير هوك شي داير، كاين كاع لي دوا ما كاين هاد الناس. انا بغيت ندير الكودرون، حتى شركات اخرين كنعرفهم تا هما بيديروا الكودرون. وشريف واش رانا نخدموا بالكوبالت حنا؟ راه السيما، راه السيما والحديد، تنعرف انا هاد الشركات قويين كبار، تما انا ما دخل الطاقه خدم فيها، ياك جا ولد الكوريا ولد الشينويه ولد الفلبينيه هو اللي خدم، ومازال داروا خير في الناس، علموهم الناس واحد تصور تسوي دي بلارغو تسوي هذا، كيقول لك هذا يقول لك سير حيد نقص الشجره، حتى شجره تاعي غنداو نديرو لها التوا معلم، نقص نقص الشجره وزيد عيد جيب شركات صغار. عرفك انا كاين، ياك مشيتي للجديده انت هذاك مول المقص مول الخضره، ياك مشيتي للجديده بنتي بحال البيضق، ياك انت مول الكودرون مشيت مشيتي على البنقرير وبيضقوك وليتي بحال البيضق، شدوا لك نص تاع الماتيرين انت وليتي تبوسها في الرجلين، تخبى من عك تخبى منك. ماك انت هذاك السيد سكنتي في السبيطار، هذوك الناس يسكنوا في السبيطار تما باقي فيه الان، مني ما بقاوش مشاريع في السبيطار ولا سمسارة، هذوك الخدامة ديالهم الشافان ديالهم ولا سمسارة. وبزاف هادشي وبزاف بزاف. انا حشمت نقول بحال ديك المره قلنا يا صاحب جلال، حشمت نقول الملك راه هاد الناس، هاد الناس حماق اشفاره كيسرقوا شجره، وسرق شجره صاحبي بينا نشموها، قال لك دير شجره ما كنديرهاش، كتصور لنا شجره جايبه من التلاوه ديال التحضير، نقول لهم انا درت هادي. اشوف رئيس رؤساء ديال المجالس الاقليميه والمجالس البلديه اللي كتوب اللي جايين واللي غتجيو اللي كاينين دابا، السيره ديالكم راه سهله، راه عارفينه هادشي ديال استشارة جيب صاحبك، هادشي ديال بوند كوموند عطيه لولدك، وهادشي ديال سيكجيستيون داير جدي صوبتي جردة درتي لنا الدكاكة تما صوبتينا قهوة، صوب قهوة يقول لها واش كاينة واش كاين درت لدين، اش كدير لينا انت؟ تراك ساهل، تراك ساهل اصاحبي، انا ساهل ساهل اصاحبي، ترا ساهل هادشي اللي كدير فيه راه ساهل وخايب عليك وعلينا اصاحبي. عندك نعودو
وغنذكروا في الاخر نقولوا للمواطن انت المسؤول، انت المسؤول، انت المسؤول. واخا تكون تقولش لي انا، واخا تكون ما قاريش، ما مشيتيش للمدرسه، ما بغيتيش تمشي لشغلك هذاك، ما قريتيش، ما خدامش، قاعد قاعد 12 شغل، ما شغلت شي واحد فيك نعس حتى جوج تاع الليل، انت ما تخرجش، انت كاع ما شغلت شي واحد فيك. ولكن ملي تخرج تبان لك شب شي خدمه كانت فاصله، قول لهم شنو داير اش هادي، ولا جيب لنا بيت الطابلو، بغيت نعرف شحال ديال الفلوس مشات تما، بغيت نعرف شكون اللي كيصاوب هنا. واحد القضيه اخرى ثاني فيما يخص الشغل، الناس ديال المجتمع المدني، عاونوا الناس اصاحبي، عاونوا الناس، عاونوا الناس، راه الناس ياو مشات للبرلمان شرعت على ان المؤسسه ما يمكنش لها تهضر مع المواطن العادي، وانت ماشي مواطن اعتباري، انت يا شخص اعتباري، جمعيه، وز دخل هاد الشركه اللي كانت، انت كتدخل على السبيطار حاقرين على طبيب جنا غير بزز ديال العظام، ولا طبيب ديال الكلاوي جنا طلبنا قلنا له العرض ما يجي يخدم، وانت يبغى تدخل عاش تصفق عليه، وانت سير صفق على هذاك اللي شاد مارشي ب 6 مليار 7 مليار ومخدم ما مخدمش تا واحد ولا جوج ثلاثه من الناس فيه. انت كتقول لي مقاوله بتحقر علينا حنا، تجي بتحقر على الطريطوار، طريطوار احفر لي هزه ديرها جمعيه مقاول ذاتي يديرها، علاش انت جاي مزاحم؟ علاش انت جاي مزاحم؟ ها تراكاس ها كاطراد ها كاطراد، ولات كتقلب المواطن. سير صاحبي سير، شومه كاع عيب عليك كاع، حقاره حقاره، كاطراد كاتراكاس، وانا كنشهر بيك، وانا كنشهر بيك، نشهر بيك، انا كنشهر بيك، وانا ضد ضد هاد التشهير هذا، لا اساس لا وجود له، انا كنشهر بيك، وانت كتقسم ليا في ظهري، كتهرس فيا، كتاكل فيا، كتقتل فيا، كتهدم فيا، شنو هو شكون اللي خاصو يمشي؟ المونتيف كبر من المونتيف، هاد الدراري المجرمين كيعرفوش، كنعرفو بان المونتيف كبير كيجري على الصغير، انت كتقتل فيا، انا كنشهر فيك. هاد الناس اللي مشاو للبرلمان، مشيتي للبرلمان شديتي 7 مليون طافقتو، عندو تشير، نشهر بيك، نرد نشهر بيك، ونمشي معاك حتى المحكمة الدستورية على ذاك التشهير، شوفوا واش غتبقى ولا ما تبقى، ونخرجوا حنا كاع ضدها، كاع نعيدوها. أنا شعب من بكري، أنا من بكري، من بكري شعب ديال شكام، فلان راه دار، فلان هو اللي دار، هذاك راه ولد حرام، تزوجش بنتك لهذا، لا ما تعطيش، جينا حتى لهنا حتى للمال العام بين ساكتة، أنا ما ساكتش، أنا ما ساكتش. اللي بغى يصاوب شي، اللي بغى يصاوب شي شانطي ويمشي يصاوب الشانطي ما بين تيزنيت، ما بين تيزنيت والكركارات، نعرفو كيصاوب، شي تحقر عليا انا تطرق عليا انا في الشانطي، واللي كيصاوب كيصاوب الضو ولا ما عرفتش كيدير، ولا ما عرفتش يمشي يصاوبو، يمشي يصاوب في مدن اخرى كبيره يدخل يتنافس، علاش قاعد هنا؟ علاش قاعد هنا؟ علاش قاعد هنا؟ واللي بغى يدخل الناس تا اللي بيدخل الناس، اللي دخل الناس اللي فان وسط من لاسيد وصاحبي تصاحبي بحال تقول لي مقاولين وكذا وهادي، انت كي درتي شتا دخلتي تما اللوزين وليتي تلبس الناس توب تاع حياتي يا صاحبي، كيصفوا بيا القهوه دخل الفان ديال لاسيد تقول لي انا مقاول، بكيت عليك يا صاحبي. هادشي ديال الاستشارات ما خدامش، انا فاس فيه الاستشارات في اطار انجاز الصفقات ما خدامش لينا، وما بقيناش قابلينه. سندات الخدمه لي بون كوموند يرجعوا هذا الاجراء الاقتصادي يرجع علينا، بغينا نرجعوا، بغينا يرجع ويتعطى للمقاولات الصغرى والمتوسطه، يتعطى المقاولات الصغرى والمتوسطه. هذاك الشيء ديال هذا ولد الحنانه نعطوه، ولا هذا ولد التراكتور، تسد تراكتورك دير اتساع، تسد حمامتك راه دفرتكوها في السماء، دي حمامتك التيساع، دير شي ديالك هاد الالوان هاد التخربيق ديالك، سير دي السياسي وخدم البلاد، سياسي ما تخدمش صحابك العباد، خدم راسك، خدم البلاد. اقول لينا شنو ممكن نديرو حنا، شنو ممكن نديرو كاجراءات كقوانين كنصوص ندفعو بها، نديرو حنا قانون ديالنا حنا وسط المدينة بوحدنا، اش هادشي؟ صافي سكتو دابا، سكتوا اه هو جاي العطش، شكون اللي غيزيز البيتيه؟ راه حنا اللي نشارجوا البيتيه وغنبدا نفرقوا في الماء، انت غتفرقوا انت غتشرب الماء ايديان ديال رومانيا وديال بلغاريا، درتي الفلوس اصاحبي على داري باش تشرب باش تعيش،
وما رحمتيناش. قالت لي ما انا وسط من تا قول لي دابا حنا غندوا هنا مع حنا غندوا مع مع السي عطيف الجواري والي بانكم غير سي بن سوده. السي بن سوده واحد القضيه بنقولها لك. السلام عليكم. عندنا واحد الدري صغير عنده عام، وعندنا واحد الدري عنده 3 سنين، وعندنا واحد الدري عنده 30 عام 30 عام، وعندنا كاس سعدان واش عطاهم مول 30 عام. السي بن سوده عاد كتقول لي نعطيو الدري الصغير اي، ولكن لا صبر الدري الوسطيني. وهلا هنا راه الدري كبير كياكل جغمت وداك الشيء كيخلي هذوك التكاكا ديالهم ما كيمسحهاش ليهم وكيزيد. كبرتي سير الله يعاونك.